نعم. ما حكم لعب الشطرنج؟ تعرف الشطرنج؟ وش طاولة وش عليها؟ مثل قرش؟ إيه مثل يعني هي يعني زي القرش ولا زي البيضة؟ ها أصنام. أصنام ما يجوز، أصنام ما يجوز. هذه تصلح للصبيان، أما الصبيان لا بأس. اللي ما هذه يرخص للصبيان فيها لأنهم ما كلهم، لكن الإنسان المكلف ما يرخص له فيها، يمضي حياته باللعب هذا.